زين دكتور، السؤال التاسع، الكلوكوز يعني هو الجلوكوز صحيح؟ لا، هذا الجلوكوز هو مصطلح احنا يستخدمه العيادات الجلوكوز واصحاب الصقور، بس هو مو جلوكوز، هو ها سائل مغذي. الجلوكوز ترى خطر تنطيل الطير، جلوكوز يعني سكر، وهاي اها المحاليل المغذية بها سكرك 2% اكو 5% اكو اكثر. هذه الطير ما يحتاجها الا اذا تفحص الدم، شلون احنا فحص السكر مال الانسان نفس الشيء، اكو نفسه ناخذ قطره ونحطها بالجهاز، خلال دقيقه يطلع لك دقيقتين ايش قد نسبه الجلوكوز بدم الطير، وتشوفها وتقيسها وتعرف يا جلوكوز راح تستخدم للطير ابو ال 2% ابو ال 5%. لكن الحقيقي اللي احنا نطيله للطيور هو سائل مغذي، بعضها يحتوي على املاح مثل البيبي لايت المعروف وغيره، وبعضها ما يحتوي على املاح، يعني مي معقم خلينا نقول. ممتاز ممتاز. ما هي افضل السوائل تنصح في بعطيها؟ يعني هي اللي تو قلتها صحيح؟ اي سوائل، هاي اي سوائل عادي سوائل راح تحصلها مال جفاف انطي من عتن، اي نوع سوائل.